السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم اصدقاء؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ ان شاء الله تكونوا كويسين الحمد لله. فدلوقتي انا بلعب مع صاحبي حسين، بس هو مسمي نفسه حسونة، فانا بدلعه يعني وبقول له حسونة وحسين وحسن، فكده انا بدلعه. فاحنا هنشوف السوس دوت بيعمل ايه. بسم الله. هو انت، ثانية لا عارف استنى استنى، هو اقول انت ايه؟ اشتري، انت جاي؟ لا استنى بس، انت اشتريت حاجة من الايتم شوب؟ لا بس الايتم شوب انا اشتريت منه كذا حاجة، عما كان معايا 3000 في بوكس انا اقدر اشتري بس مش عايز على فكرة. انا شايفك، يلا حاسب يا عم، الاتلسع، يلا اتفرج عليا. حاسب. ايه ده، انت ماشي جبت الاسلحة التحفة ديت منين يا يا عم، مش سوسة؟ عايزني يا عم. طب دلع نفسك، دلع نفسك. انا مش معايا التاج. التاج؟ لا ده مع، ايوه مش معايا. لا ما التاج مع واحد صاحبك ليفل بتاعه 110، اسمه شوف ايجي. يا عم، لا ده واحد ايجي، لا ايجي صاحبك رقم 4 هو اللي معاه التاج. ايوه طبعا يا جدعان يا حسين، عم. انت بتصور طبعا تصور ايه؟ طبعا يا جدعان حسين بيلعب بلاي ستيشن وهو من ليبيا، فمصر فكرة يا جنبها سمك ليبيا. صح. مش حسين، ايه الوالد؟ مش ليبيا جنبها مصر. ايوه انا سافرت في مصر، سافرت ايه؟ شفت شكلها. انت سافرت، سافرت مصر؟ ايوه ايه حلاوة. طب لو تقدر تسافر مصر، لا ما انت لو تقدر، هسافر في شهر 6، هسافر ان شاء الله. طب استنى، هو بيتك رقم كام؟ ايه اللي رقم كام؟ مفيش رقم، ده بيتي انا، مش عمارة حتى، بيت عادي يا عم. طب هو انت عندك موبايل؟ ايوه طب انت في سنة كام؟ ايش؟ انت في سنة كام؟ يعني عندك كام سنة؟ 9. 9. يبقى انت في تالتة زيي. ايوه ما انا في سنة تالتة وانت في سنة تالتة، يبقى احنا الاتنين في نفس العمر. ايوه كده بس انا حاسس يا اللي عم، عملت المهمة. ماشي، بس انا حاسس اللي المهمة فراغ، لا بس انا حاسس اللي فراغ ايش يا عم؟ فراغ في الثانوي يا عم. الثانوي. ايوه لا بس المصيبة الكبيرة بقى، اللي انا اشكك اللي انا ما اقدرش اجيلك، المصيبة الكبيرة. طب استنى، انت بتلعب بلاي ستيشن كمبيوتر؟ لا استنى بس، انت بتلعب بلاي ستيشن كمبيوتر ولا تلفزيون؟ تلفزيون. تلفزيون. ايوه يا نهار ابيض، ايه يا عم، الحق في واحد صاحبك رقم كام؟ اقول لك حاجه، يا عم صاحبك رقم 2 معاه في سنايبر. صاحبك رقم 2 شفت الولد النوب؟ انت ايه السمكة؟ خد السمكة، خد يا ابني، خد هادي، بتديك شيلد وهيل. هو مصري؟ يعني التلاتة اللي معاك، التلاتة اللي السكواد بتاعك عربيك؟ طب كويس. طب استنى يا ابني، ما طب ابعت لهم دعوة وقول لي اسمهم. لا طب خلاص انا خدت، لا ما خلاص عرفت. ما انا بلعب كمبيوتر،
ما انا ما عشان انا بلعب بي سي فعشان كده ما بعرفش العب. عشان يا ابني ما انا بعرفش العب بي سي فهمتني، عشان انا اساسا عمري ما لعبت فورتنايت بقالي يجي 15 سنة. عشان انا عمال كنت لسه في سنة اولى، كان بابايا بيعلمني العبها، فكذا فانا فضلت اختبر مهاراتي في اللعب. بس بابجي انا محترف فيها، بابجي موبايل بس. ايوه عشان الموبايل انا عارف عامل ما ما كان عندي لا ما كان عندي تليفون اللي هو موبايل، كان عندي تليفون اللي هو موبايل ماشي. خلي بالك، في حد على ايدك اليمين اهو، شفته؟ هيجيبك والله العظيم، هيجيبك، لازم تركز يا بطل حسين. هيجيب ادي له واحده يتشوط. لا هو فوقك جبت الله عليك. هو وقع دمجه بسرعه دمجه، خد التاج. هو معاه التاج، معاه التاج، لو انت بسرعه واجري طير لا لا حسين الله عليك، هاي الله يرحمه. اطلع انا مش هطلع، انا نلعب ايه؟ اه نلعب ايه؟ نلعب ايه؟ طب استنى بس اطلع من الجيم. لا اطلع من الجيم يا ابني، اطلع من الجيم. انا مكتوب جاري الاتصال. لا ما احنا الاتنين هنلعب ديوس. استنى، لا ده ما اقدرش اختار مابات عشان انت ليفل اعلى مني، ولو انا كنت انا ليفل اعلى منك كان زماني عرفت اختار مابات. اختار لنا، لا اختار لنا زيرو بيلد ديوس اتنين. يا عم ايه فكرة المقطع؟ انت كده بتصور بس وخلاص؟ لا مش بصور بس مباشر، بصور فيديو وخلاص يا ابني. ما انا بعرف اصور. ايه حسين انت تصدق اللي انا اقوله لك؟ لحسن ده في واحد اسمه مصموخ واحد اسمه مصموخ 11 مع انه انجليش مش فاهم هو اسمه. لا مش انجليش، هو ده مش انجليش، عربي من سعودية. سعودية مصموخ من أول مرة أشوف واحد يسمي نفسه تيدي. ما لعبت لعبة تيدي واللي يتعمل عليه باللون البنفسجي ماشي، بس اللي يتعمل عليه باللون البنفسجي يبقى هو تيدي. أيوة ما كنت لعبتها مرة، لا ما كنت لعبتها مرة بس كانت صعبة عليا. انا بوستر تبحينه. لا طب يلا يلا يا عم زيرو بيلد وخلاص، عشان زيرو بيلد زيرو بيلد احلى من سكواد. لحسن ايه ده ايه ده، الحق الحق يا ابني. زيرو بيلد ايوه بس يلا استعد. زيرو بيلد يعني زيرو يعني صفر، وبيلد يعني بناء، يعني ايه صفر بناء، وسكواد يعني فريق فهمتني. يعني عارف انا فاهمك، بس الكلمة غريبة هذه بين لا المفروض. تعالوا يا عم يا عم ابوس ايدك يا لهو. ايه ده ابوس ايديك، نخش ديت ابوس ايديك. في واحد اسمه فارس، لا في واحد اسمه فارس دخل معانا. عم على
الو، الو، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فارس؟ فريسو يا لهوي، ده مشي يا جدع. يا عم ده مشي والله العظيم. يا عم ده كنت بقول له ده كنت بقول له فريسو زي كأني كنت بقعد بدلعه. استنى يا ابني، استنى يا ابني ما نتكلم معاه. لا انا اتكلم، لا ما هو شكله عربي، هو شكله عربي يا عم. عربي؟ في واحد اسمه فارس يعني مو عربي من الاخبار. ما فارس ادم دوت عربيك، ما انا عارف. استنى الحق انت اخوك. هو اسمه ادم وانا ادم. تصدق انا اخوه فعلا؟ ايه ده، ايه اللي حصل؟ فارس، فارس، انت عارف مين اخوك؟ انا اخوك، عشان شايف ان انت اسمك فارس ادم وانا اسمي ادم، يعني ايه احنا الاثنين اخوات. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تو 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 وعليكم السلام، ازيك يا فارس؟ عارف انا اخوك، خلي بالك. ما بدي العب معكم اصلا، ما بدي العب معكم. سمعت حسين؟ سمعت اللي سمعته؟ ايوه سمعت اللي انا كان لا ما سمعته، كان بيقول نهار اسود. راند يور بارتي فيها فارس. مش انت قلت اللي انت مش هتلعب معايا؟ اه يا عم مبروك، فرحانة يا زلمه. يا ابني ما انا بقولك اللي انت اخويا، اخويا. يا نهار اسود، استغفر الله. شفتوا يا جدعان؟ شفتوا؟ والله العظيم لا لا لاعب لوحدي، استغفر الله العظيم. مش مدخل اي حد معايا. هو شفت يا شباب؟ شفتوا بقى ينفع يرضيكوا حد يسيب حد ما يلعبش مع اخوه؟ عشان شايف اللي الولد اسمه فارس ادم.